رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة بها نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن آله وعن الصحابة والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في الجزائر يا رب العالمين، اللهم أطفئ حرائقهم وداوي مرضاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل قتلاهم شهداء وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم فك أسار المسلمين وحرر إخواننا المعتقلين وانتقم للمظلومين من الظالمين يا رب العالمين. وحد صفوف المسلمين تحت راية الإيمان والقرآن، اجمع أمة محمد من الشتات إلى الوحدة تحت راية التوحيد يا رب العالمين، اللهم آمين. وبعد، معاشر المسلمين، في هذه الأيام ذكريات كثيرة، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتذاكر هذه الذكريات برغم الواقع الذي نعيش فيه، نستمد منها الأمل واليقين والثقة في نصر الله سبحانه وتعالى، ونجدد العهد مع الله أننا على الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الظروف حالكة وصعبة والوضع مؤلم والمصائب في بلاد المسلمين في كل مكان، عندنا يقين أن نصر الله آت، وأن هذه الأمة أتى الله عز وجل بها من عالم الغيب حتى يكون لها وجود ممتد إلى يوم القيامة. ما ظهر الليل والنهار ستسمع الأرض والسماء من يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربنا العظيم قال في سورة إبراهيم: وذكرهم بأيام الله. بأيام الله أي الأحداث التي مرت على هذه الأمة وكان فيها عظيم المنة من الله القدير لهذه الأمة ولنبيها وهاديها محمد صلى الله عليه وسلم. لذا سنقف وقفة تأمل في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسقطها على واقعنا لعلنا نأخذ منها زادا في تغيير أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى يحمل زادا من النور ومن الهدى، يريد أن يأخذ بأيدي الناس من الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم، يريد أن يكون كل إنسان على ظهر الأرض ممن يؤمن به ويتبع هدي القرآن العظيم رفيقا له في الجنة. ونص ربنا بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وحسن أولئك رفيقا. إن أعظم رفقة أن تعيش مع رسول الله وأن يشفع لك يوم القيامة وأن ينتظرك على الصراط يأخذ بيدك وهو يقول يا رب سلم سلم، ثم بعد ذلك تكون جارا لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك سببه أن تأخذ من الدنيا زادا، وهذا الزاد لا بد أن تتعلم من قدوة عظيمة، وأعظم القدوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بس مش لأي حد، لمن كان يرجو الله مخلص بيبتغي مرضات الله يرجو عفو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هكذا قال ربنا في سورة الأحزاب. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا معاني التوكل، وتبين لنا مدى الأخذ بالأسباب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع التفويض الكامل والثقة الكاملة في أن الأمور لا تمشي بالأسباب وحدها، وإن كان لا بد أن نأخذ بها، إنما لا بد أن يأتي التوفيق من الله عز وجل. لو أنزلت هذا الأمر على واقع الناس ستجد حياة الناس عبارة عن فوضى كبيرة يسمونها البركة. هم يقولون عنها أنها بركة، بيعمل مشروع، عملت إيه؟ يقول لك خليها على البركة. يعني إيه البركة يا محترم؟ هل خططت يا محترم؟ يا عم انت مالك يعني هتتفلسف فيها ليه؟ سيبها على البركة. يعني إيه البركة؟ هذه ليست بركة، هذا جنون، هذا تخلف، هذا عدم معرفة بمنهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. انظر معي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لماذا؟ فرارا من أرض الظالمين، فرارا من أرض الظالمين، يبحث عن دماء جديدة، عن قلوب وعقول نقية تقية علها تستأنس بنور القرآن وتسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بتخطيط عجيب. أولا، علم أن المشركين يريدون أن يقتلوه، فعملوا مجلس أمم، برضو مجلس الرمم اللي انتوا عارفينه ده، الرمم المتحدة اللي موجود الآن ده بالضبط كان موجود. قالوا نجيبوا من كل قبيلة شاب جلد ونديله سيف عشان يعمل ايه؟ نسمموه ويضربوه ضربة رجل واحد، ما تقدرش قريش تحاربنا ولا بني هاشم يقدروا يحاربونا، فيتكاثروا على أمة الإسلام كما هم متكاثرون الآن. الذين يقررون مصالح الأمة إن كانت لها مصالح هم المفسدون في الأرض، هم المفسدون في الأرض الذين يفعلون ذلك، وقرروا أن يفعلها. علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعتقلوك أو يقتلوك أو يطردوك وينفوك. ربنا بيقول له سيبك منهم لأن مكرهم ظاهر. المكر هو التدبير في الخفاء، وهو في حد يقدر يخفي شيء عن ربنا سبحانه وتعالى؟ أبو جهل الغبي، وما أكثر الأغبياء أمثال أبو جهل في عالم الناس الآن، كان بيقول لهم إيه؟ أخفضوا أصواتكم حتى لا يسمع رب محمد ما ندبر له فيخبره. ينزل ربنا في سورة الملك، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم. شوف الياء، الياء بتعمل إيه في اللغة العربية؟ بتنزل ديب مش كده؟ في العمق، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الذي يعرف دقائق الأمور، اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. خطط رسول الله فأحضر الفدائي عليه ينام في مكانه ولم يخش شيئا، مع أنه شاب صغير ويعلم أنه قد يعرض نفسه إلى الهلاك والقتل، وذهب ونام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ده واحد مهم جدا، ليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل علي ينام مكانه؟ أولا تعميه على الكافرين،
الأمر الثاني، الكفار برغم أن هم لم يؤمنوا برسول الله كانوا يعتقدون أن رسول الله من المحسنين، وأن رسول الله هو الصادق الأمين، فكانوا يجمعون كنوزهم ويعطوها لرسول الله أمانات. طب هم قتلوا المسلمين وسرقوا المسلمين وسرقوا المسلمين، واضطروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة مع صحبه إلى المدينة المنورة، إلى يثرب آنذاك كان اسمها، إلى هناك، ومع ذلك حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على أماناتهم، فجعل عليا مكانه حتى يرد الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مش كده ولا إيه؟ طب تعالى ننزلها في واقعنا كده. في الكوفيد في ناس ياما ما كانوا شغالين أو كانوا شغالين، وبعدين لما لقوا الاي دي دي بيدوا 600 دولار فوق 400 دولار عملوا ايه؟ قعدوا في بيوتهم وبطلوا شغل، مع انه مش مريض وقادر على العمل، والعمل ما زال كما هو، وبدا ياخد الاي دي دي، بل بعضهم كمان حتى مراته وامه وخالته وعمته وسته. هل هذه الاموال تعتبر اموال حلال ولا اموال حرام؟ ده عايزه اجابه كويسه قوي. دي اموال حرام. أمال إيه الأمانات؟ أمال فين الأمانات هي؟ أين الأمانات؟ هي السرقة؟ أنا عارف إن في بعض العقول العفنة الخربة ممن ينتسبون إلينا يقول لك هذول كفار وبيحاربونا، طب أنت عايش وسطهم ليه؟ والله الذي لا إله غيره ما تستطيع أن تصلي في مسجدك في بلدك التي تقول عنها أنها بلد إسلامي كما تصلي في هذه البلاد. والله الذي لا إله غيره ما تستطيع أن تفعل الأعمال التي تعملها في مساجدنا هنا في أي بلد من بلاد المسلمين. طب بتسرقهم ليه؟ ليه بتسرقهم؟ وهل أنت بتظن أنت بسرقتك هذا بتحل هذا المال لنفسك؟ أبدا والله، والله مال خبيث، وأيما جسد نبت من سحت من حرام فالنار أولى به. أنت عارف ابن الحرام مش شرط يكون ابن زنا، ممكن تطعمه حرام يبقى ابن حرام، يطلع ولد عاق يورد أبو الويل يتمنى أنه لم ينجبه. فانتبهوا رحمكم الله. نام علي فدائي في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حتى يكون معه في الصحبة في وقت الهاجرة الحر الشديد. ليه؟ لأن حر مكة شديد جدا، درجات الحرارة عالية، دي الناس ما تقدرش تخرج من بيتها، في مكة درجات الحرارة كده وأعلى. في وقت الظهيرة عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى أبي بكر. تقول عائشة: ما جاءنا رسول الله في أبدا في مثل هذا الوقت إلا هذه المرة، ولم يدخل من باب الرئيس، دخل من خوخة. الخوخة لما في باب كبير كده، كنت فاكر أبوابنا زمان لما كان في بركة عند الناس كان الباب يبقى كبير كده ويعملوا باب صغير في النص ويسموه خوخة كده يفتحوه عشان ما يفتحوش الباب الكبير كده. دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبو بكر الصديق رضي الله عنه الهجرة، وقال له الصحبة، والقصة أنتوا حافظينها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعد لذلك إعدادا جيدا. عمل وزير المخابرات عبد الله بن أبي بكر الصديق يعمل إيه؟ يجلس في مكة يستمع أخبار المشركين، ثم عندما يحل الظلام يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بكل أمر قد حدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يعدل الخطط. هكذا المسلم، هكذا المسلم. الأمر الثاني، هم يريدون أن يأكلوا وأن يشربوا، لأنه هيذهب إلى غار في طريق مختلف تماما. لو أن المكان الذي تذهبون إليه المدينة يمينا هو صار شمالا، وجلس في غار ثور 3 أيام، فيريد أن يأكل وأن يشرب. أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين التي شقت حزامها ووضعت الطعام في نصف النصف الثاني ربطت به وسطها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدلها الله بنطاقها بنطاقين فين؟ في الجنة. ولو أنت رحت هناك وشفت غار ثور، غار ثور فوق الجبل، وأسماء كانت حامل في الشهر السادس أو السابع، إزاي كان بتطلع حتى تعطي النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب ولأبيها ولمن معه؟ هذه همم. ولذلك الإسلام أتى إلينا بهذه القمم العظيمة التي دفعت كل شيء من أجل الإسلام، لا يهمها نفسها ولا يهمها مالها ولا وقتها، إنما ما يهمها مرضاة الله ونجاح دعوة الإسلام. لذلك وصل الإسلام إلينا.
ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوزير آخر للتعمية، الكفار بيعرفوا يقطفوا الأثر. ففي خادم عند أبي بكر اسمه عامر بن فهير كان يمشي بالغنم عشان يعمل إيه؟ يضيع الآثار، يضيع الآثار. ثم استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم جي بي إس عبد الله بن أريقط، كان كافرا لكنه كان خريتا عالما بالطرق، يعرف الطريق منين ويمشي منين بعيد عن الطرق المعتادة. هذه خطة عظيمة جدا. السؤال هو: الله قدير؟ نعم الله قدير. الله قادر؟ نعم الله قادر. الله مقتدر؟ نعم الله مقتدر. لماذا لم يرسل جبريل ربنا سبحانه وتعالى فيحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وترك رسول الله يخطط ذلك التخطيط البشري؟ ليه؟ عشان إيه؟ عشان إحنا نخطط. ما أنت بتخطط في حياتك الدنيوية بربك، لو رحت اشتريت بيزنس بتروح تشتري البيزنس كده من باب الطاق، ولا بتروح تقعد عنده 3 شهور وتتابع الأوراق بتاعته، الدخل بتاعه كل شهر 3 شهور، وبتشوف الضرائب بتاعته بتاع 2-3 سنين ورا ولا لا، وبعدين تقرر وتسأل الناس، وبعد كده تقرر تشتري؟ ما انت بتخطط اهو في الدنيا. طب لماذا لا تخطط ربع ما تخططه لدنياك تخططه لأخراك؟ هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة تحتاج إلى عقل راشد واعي يخطط لكل أمر. اجتهد، وخد بالك التخطيط يسهل عليك الأمور، إنما الفوضى يعصبها ويبعدها ويتعبك وتصرف وقت وجهد ولا تصل إلى ما ترجوه أبدا. خطط النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جانب لا بد أن تأخذ به، الأخذ بالأسباب. ومع ذلك عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار واختبأ فيه 3 أيام، جاء الكفار يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا إلى باب الغار، وقال أبو بكر الصديق خائفا على الداعي وعلى الدعوة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت أقدامه لرآنا. يرد النبي صلى الله عليه وسلم رد عجيب، قال له إيه بقى؟ قال: أنا سمرت، أنا فكرت، أنا خططت، أنا بفهم كويس، أنت ما تعرفنيش ولا إيه؟ ده أنا محمد. لا، ده إحنا اللي نقول كده، إحنا عشان مش عارفين قيمة أنفسنا ولا نعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى. إنما من يعلم قدر الله سبحانه وتعالى قال له إيه؟ قال له: لا تحزن، إن الله إيه؟ معنا، إن الله كافينا. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ لا أحد، هو سبحانه وتعالى هو الذي يحمينا ويحفظنا ويرعانا إن أحسننا الإيمان به والعمل بمقتضى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال له: ما تخافش، إن الله معنا. وصل الكفار هناك، لولا توفيق الله عز وجل، وده الشق الثاني اللي هو اليقين أن الأعمال لا تنجح أبدا بالأخذ بالأسباب وحدها، إنما لا بد من إيه؟ من توفيق الله، من توفيق الله، من اليقين أن الأمور لا تحدث إلا بأمر الله. يقول إيه؟ أفرأيتم ما تزرعون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طب ما هو أثبت إن أنت بتحط الحب، لكن مين اللي بيطلع الحب؟ الله سبحانه وتعالى. في بدر قال له: وما رميت إذ رميت، أثبت له الرمي الأول نفاء، وبعدين أثبت له إذ رميت ولكن الله رمى، أثبت له الرمي، لكن التسديد كان من عند مين؟ الوصول للهدف كان من عند مين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت بتسعى وبتأخذها بالأسباب مع التفويض الكامل أن التوفيق يأتي من الله رب العالمين، وعند ذلك عليك أن تسلم بأقدار الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك أيده الله بالمعجزات، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا أنه لا يضيع أجر من أحسن عمل. على قدر ما تجتهد، على قدر ما يعطيك الله من التوفيق. وانظر إلى المعجزات العجيبة هذه. أولها: كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاصرته الأمم المتحدة هذه من بيته؟ كيف يخرج؟ شباب معهم سيوف متقدت أذهانهم وأرواحهم يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم سيوف قد يعني سنوها
ووضعوا فيها سما لقتل رسول الله خرج بشيء بسيط جدا، بس مش بقدرة البشر، انما بقدرة مين؟ رب البشر سبحانه وتعالى. قال له اخرج وخذ تراب كمان. شوف الاستخفاف والاستهزاء بطاقة العدو وقوته، ملوش قيمة مع الله سبحانه وتعالى. قال له بس اللي عليك تخرج تقرأ سورة ياسين. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأصبح كل واحد منهم بعدما كانت هامته مرفوعة وقلبه مملوء بالغيظ والحقد لقتل النبي أصبح رأسه ذليلا قد حمل التراب فوق هامته إذلالا لقدرة الله العظيم. وخرج الرسول من بينهم صلى الله عليه وسلم. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ويحميه رب العباد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قالت قريش من يأتي برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر نعطيه 100 ناقة. سراقة هو بطل من صناديد الكفار كان قد أعد فرسا لهذه المطاردة. قال وأخرجت الأزلام اللي هو السهام يعني مكتوب عليه اذهب ولا تذهب. فضربتها فخرج الذي أكره لا تذهب ومع ذلك ذهبت. فلما تراءى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص شافه قرب منه اقترب منه فأمر الله الأرض فابتلعت أقدام فرسه فأخذ يصرخ ويستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فك الله أساره خرج نار ودخان من مكان قوائم فرسه. ثم عاود مرة أخرى ففعل الله معه ذلك الأمر مرة ثانية فقال اعطني الأمان ولن أفعل بعد ذلك أمرا آخر لأطاردك. فأعطاه الأمان وكتب عامر بن فهيرة على وعاء من جلد أمان من الرسول صلى الله عليه وسلم لسراقة. انظر بقى سراقة قال فأخبرته بكل ما يريده الناس. هو كان جاي يقتله أصبح الآن إيه مخبر بس لصالح مين؟ النبي. اثنين قال وعرضت عليه طعاما وشرابا فلم يزرأني يعني ما هنيش ولم يطلب مني شيء. فلما مضيت وانا ماشي ناداني قال يا سراقة كيف بك اذا لبست سواري كسرى. ده هربان من مكة هربان من مكة وبيقول له الفرس يعني اكبر دولتين في العالم كانوا الروم والفرس. الفرس هيزال عرشها لا ومش كده وانت هتلبس التاج بتاع كسرى بن هرمز هذا وهتلبس سواريه. الله اكبر اي ثقة في الله هذا يقول له كده النبي صلى الله عليه وسلم. ودي فيها بعض الاشارات. الاشارة الاولى ازالة دولة الكفر بلاد الفرس ودخول الاسلام فيها وكان ذلك في عهد عمر. اثنين اطالة عمر سراقة الى ان يزيل الله أرض الكافرين وحكومة الكافرين وتصبح دولة إسلامية كان ذلك في زمن عمر على يد سعد بن أبي وقاص في معركة المدائن. ويأتي الصحابة رضوان الله عليهم بكنوز كثيرة من بلاد الفرس يراها عمر فيندهش ويقول والله إن قوما أدوا هذا لأمناء. وإحنا عندنا المسؤولين لما بيمسك في مكان بيعمل فيه يا ستار يا رب يمكن بيلحس الجزم كمان التراب اللي تحت الجزم عياذا بالله من فساده. ما هو الفساد بيتبع من فساد القلوب. اذا صلحت القلوب وصلحت النية والطوية صلحت الاعمال. انما القلوب الفاسدة هذه كيف هتتعامل يعني كيف هتتعامل. قال والله ان قوما ادوا هذا لأمناء. يقول له علي يا امير المؤمنين عففت فعفوا. انت مش حرام انت مش حرامي عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا لكنت فاسد وحرامي كانوا سرقوا. فقال أين سراقة؟ فجاء سراقة فألبسه تاج كسرى وسواريه وقال أعيرابي تصغير أعرابي يلبس تاج وسواري كسرى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بعد وفاة رسول الله ب17 سنة. تخيل انت. ثم يمضي النبي في رحلته وياتي على خيمه لام معبد
وكان زوجها قد خرج بالرعي، وكانوا في سني جدباء، يعني ما فيش مطر وما فيش عشب، وقد ترك شاة ضعيفة هزيلة عزباء في الخيمة. مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها وسلم وسألها: هل عندكم من طعام؟ فقالت: ما عندنا شيء، نحن في سني جدباء، وما عندنا، وقد خرج زوجي بالرعي ولم يتبقى إلا هذه الشاة. فاستأذنها رسول الله فقالت: ما تفعل بها؟ بأبي أنت وأمي، هي لك، افعل فيها ما شئت. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها وسمى الله ودعا رب العباد، فإذا بهذه الشاة يملأ ضرعها ربنا لبنا، ويحلب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاء كاملا، ثم يسقيه، ثم يسقي أصحابه، ثم يشرب هو في الآخر، ويقول صلى الله عليه وسلم: سيد القوم خادمهم وآخرهم، في الروايتين. ثم حلب مرة أخرى، مرة ثانية، حتى امتلأ الوعاء وغادرها. جاء زوجها وقال: من أين هذا اللبن؟ فقالت: مر علينا رجل، ووصفت النبي وصف عجيب جدا، ودي من الأوصاف العجيبة جدا لهذه المرأة. أقول لك بس عشتين لأن دي مش موطن الخطبة، أمرين يعني. قالت: إنه رجل لو رأيته من بعيد، عندما تراه من بعيد تهابه، تقف تعظيما له، وإذا خالطته لما يقترب منك وتكلمه تحبه. إذا كان ربنا قال على سيدنا موسى: وألقيت عليك محبة مني، ما بالك بقى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال: والله إنه لصاحب قريش، والله إنه لصاحب قريش. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، رغم أنه مهاجر من بلاد الظلم، لكنه صاحب دعوة، وصاحب الدعوة لا ينسى أبدا أهدافه، يصلح نفسه ويدعو غيره، يقابل جماعة ممن كانوا يريدون أن يقاتلوه، فأقف ويكلمهم، فيسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي على يديه ومن معه من الذين جاءوا لمقاتلته. صاحب الدعوة دائما داعية في كل موقف في كل مكان. فالمسلم كالغيث، أينما وقع نفع، يترك أثر خير في المكان الذي يكون فيه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم لتأسيس الدولة الأولى، الدولة الإسلامية. نسأل الله أن يمن علينا بتوحيد صفوف المسلمين، وأن يجعلنا منهم، اللهم آمين، وأن يرجع المسلمين مجدهم. يبقى السؤال: هل هناك هجرة؟ نعم، الهجرة هجرتان: هجرة أبدان، وهجرة قلوب، وهجرة قلوب. هجرة الأبدان زي ما احنا مهاجرين كده من بلاد الظالمين، اللي مهاجر من بلاد الظالمين من ظلمهم، واللي مهاجر عشان البحث عن العمل والعلم والرزق وغيره، أشياء كثيرة جدا. لكن ينبغي للمسلم أن يكون عنده همة، حتى وإن جاء للعلم والعمل والبحث عن الحياة الرغيدة، لا ينسى أنه مسلم وأنه صاحب دعوة، كما فعل النبي في هجرته صلى الله عليه وسلم مع بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه. أما هجرة القلوب فهي هجرة من المعصية إلى الطاعة، من ذل المعصية إلى عز الطاعة، من التشرذم والتفرق إلى الوحدة بين المسلمين، من البعد عن طريق الله إلى الالتزام بالخط والمنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد للمسلمين مجدهم في هذه الذكرى، وأن يمتثلوا بالخطط والدراسة والعلم والفهم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوبنا، إنه على ذلك قدير كريم. أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له،
ادعو الله.